هاي هاي شوف الدين حي هاي هاي شوف الدين حي تونس تونس حرة حرة والإرهاب على برة الشعب يعرف تونس تونس بالعيد الشعب يعرف تونس تونس أكيد أكيد خلوش يقتل بالعيد أكيد أكيد خلوش يقتل بالعيد يا غنوشي يا سفاح يا قتل الأرواح. كنت وفي لهذه الوقفة الأسبوعية التي تطالب بالكشف عن قتلة الشهيدين الله يرحمهم وينعمهم. أعطينا بالأرقام، احنا نواكبوا ديما عدد الوقفة هذه وآخر المستجدات وحدث. اليوم الوقفة عدد 586. هذه الوقفة مخصصة للمطالبة بكشف الحقيقة حول اغتيال الشهيدين بالعيد والبراهمي وبقية الشهداء طبعا. نحن إلى اليوم ما زلنا ننتظر أن ينجز القضاء عمله وأن يحاكم جماعة الجهاز السري لحركة النهضة، هذا الجهاز الموازي، هذا الجهاز الذي يعمل على التجسس وعلى متابعة المناضلين لاغتيالهم قصد إدخال البلبلة في البلاد ومنع الاستقرار. هذا الجهاز يرأسه رأسا راشد الخريجي الغنوشي رئيس حركة النهضة، وأغلب القياديين في حركة النهضة هم أعضاء في هذا الجهاز، وهم الذين أمروا وأعطوا التعليمات من أجل تصفية الرفيق الرمز الشهيد شكري بالعيد والرفيق الرمز الشهيد الحاج محمد الإبراهيمي، وننتظر من القضاء أن يسارع في محاكمتهم لتنجلي الحقيقة كاملة لا لبس فيها للرأي العام الوطني والعالمي. نستنيو فيك احنا حقيقة من الأسبوع اللي فات، حابين ناخذ رأيك أنت شخصيا، جبت على بعض القيادات في حزب حركة النهضة والجهاز السري لحزب حركة النهضة، نعرفوا الناس الكل أنه هذه الحركة حاولت العودة إلى الحياة السياسية من خلال تقديم عبد اللطيف المكي كمترشح للانتخابات الرئاسية، ونعرفوا أنه أيضا المحكمة الإدارية أعادته للسباق قبل أن ترفض هيئة الانتخابات عودة المترشحين هذوما. شنو تعليقكم أنتوما كرفاق الشهداء على محاولة عودة بعض السياسيين اللي هما رمز حقيقة لبعض الأحزاب اللي حكمت في الآونة الأخيرة بعد الثورة التونسية؟ حركة النهضة تسعى بكل الطرق والوسائل إلى العودة إلى سدة الحكم، إما من خلال ما يسمى بجبهة الخلاص أو هذا الحزب الذي أنشأه المنشق عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي، كلهم يسعون إلى العودة للسلطة من أجل المغانم والمكاسب لا غير. لا أحد من هؤلاء الذين تقدموا للانتخابات الرئاسية يسعى لخدمة تونس والصالح العام، كلهم يسعون من أجل المكاسب والمغانم، و رب إن شاء الله يكون في عون تونس وفي عون التونسيين. وشكرا. قرار الهيئة هيئة الانتخابات فيما يخص المترشحين بالنسبة للهيئة قامت بالعمل المنتظر منها وقالت إن الأحكام بلغتها بعد الأجال، إذا كان هذا صحيحا فمن حقها أن ترفض عودتهم إلى السباق الرئاسي. الهيئة المحكمة الإدارية أصدرت حكمها، لكن يجب عليها أن تبلغ هيئة الانتخابات بذلك القرار في غضون 48 ساعة. حسب ما أصدرته هيئة الانتخابات تقول أن آخر مترشح وهو دايمي بلغ حكمه بعد 3 أيام، البقية هناك 6 وهناك 4 أيام، وهنا يعود الخطأ إلى المحكمة الإدارية
نرجو أن يكون ذلك عن حسن نية. بالقسم النمري ناشط سياسي مستقل ونقابي من قطاع البريد. اليوم ملف الشهيدين مازال نجم تقول يراوح في مكانه، فالحقيقة ما تقدمش معناها كما كنا نأمل وكما يأمل معناها شعب تونس. حبوا نعرف الحقيقة، لأنه اليوم تعرف جزء من الحقيقة، تعرفت الناس اللي نفذت، لكن احنا نحبوا نعرفوا وراء الناس اللي نفذوا شكونهم هذوما. هذا مازال الى حد الان ترى في الحقيقه نحن نسعى، وشعب تونس يتطلع انه يعرف بالفعل امتلاء وين وصل للملف هذايا، ونحبوا نعرفوا حقيقه الاغتيالات فهمتني، وشكون اللي يقف وراها. وفي الحقيقه معناها مواصلين ويلزمنا نعرفوا، والمجتمع المدني وخصوصا امتلاء معناها التوانسه بصفه عامه والتونسيات معناها أكيد يتطلعون إلى معرفة معناها مآل ملف الشاهدين. شكري بالعيد والحاج محمد البراهيم. تبارك الله عليها الهيئة خذت القرار المناسب وفي الوقت المناسب. يزون ترونشي فماش من القانون، احترموا القانون واحنا نحييهم على ذلك. حقيقة أنا واحد من الناس أفتخر بذلك. طلع عنا هيئة كيف هذيك مستقلة فعلا، طلعت مستقلة العليا ومستقلة، ويرأسها قاضي. شفت قاضي محترم في شنو شكونه ولا هذا شو اسمه ولا مانيش عارف شكون سامي ما نعرفوهاش. هاو يقول لك مواطن تونسي ومن حقه انه يترشح، شنو ردك؟ ايه يترشح توفر فيه الشروط. شكون منعه؟ من ريت الخزعبلات اللي يعملوا فيها، من منع مواطن تونسي من الترشح؟ شكون منعه؟ وقت اللي انا طلبت عليك اوراق، الاداره طلبت اوراق، انا ولد الاداره طلبت عليك اوراق ما توفرهم، وشنو المشكل؟ البلتاني من تروى صعيبه؟ اش بيك خايف منها خويا؟ وش بيك عمل منها مشكل كان انت نظيف لا بعد على بنتي فهمتي؟ شنو الخوف منه؟ انا قبل صارت لي تجارب لهنا، نبدا نحوس الليل شاب يعرض لي بوليس يقول لي بطاقه تعريف نمده، وصاحبي بحذا يقول لي علاش تعطي فيه؟ واحنا موظفين وقتها، علاش شنو علاش تعطي فيه؟ قلت شنو اللي عمل لي هو؟ خزر البطاقه قراها شاف ثبت حياني يرحم والدي هاكو حياني، علاش تحبني ما نعطيش بطاقتي؟ يخدم في خدمة، هذا هو. علاش احنا توانسة باقي نخوضوا في أمور حقيقة جانبية تماما، نفركسوا كان في باش نعكروا الأجواء. احنا توا ماشيين في مسار طيب جدا، وأنا واحد من السعيد جدا، ما عنديش علاش لاني طمع في عمدة ولا في معتمد. روتريتي من الوظيفة العمومية، نحس بنخوة كبيرة باك السيد اللي رفع عنا روسنا في العالم، في الدنيا هز لنا روسنا. حتى من تعليماته للسفراء وقت اللي سماهم قال لهم قولوا احنا توانسه، قولوا تونس. واول مره نعيش وانا هنا مخضرم، عشت الفترات الكل، اول مره تطلع هذه يحيى ونجيب حاجات ونجيب يحيى 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 يحيى، فهمت؟ ما يخليوش حتى الرئيس يخطب، فهمت؟ ارتحنا منها وقت التصفيق. وقالها لهنا السيد اللي قايم تاين الاستاذ قايس سعيد، قالها لهنا تقريبا في اللافنيو هنا بالضبط. بدات الناس باش يرجعوا، لكن هذا خلوا تونس تونس، قول تحيه تونس تونس، امشي لتونس ودي
كما نشوف تو نحس بنخوة تو نشوفك المسار يا خويا يدعون لبلادهم وتسمع الحب. انا كي نشوف شادية تعيط تغني نبدا نغني معاها ونقول يا حبيبتي يا تونس، هي تقول يا حبيبتي يا مصر، انا ما عنديش نشيد حلو كيما هكاك صح عليهم يا حبيبتي يا تونس. شنو هذا؟ شنو انا شنو تأليه الاشخاص هذي؟ اخطانا منهم. دونك نرجع لحكاية الهيئة هذيك، انا واحد من الناس نحييها، كان جيت عسكري وقدمها نحييها اكبر تحية في الدنيا، اكبر تحية، وما كانتش منتظرة جملة.